جان 78 72 جيم كان لازم يكون سهل على الرياضي يربح. جيم كان كثير صعب عليكم قدرتوا ربحتوه باخر دقيقتين، خبرنا اكثر شوي شو كان عم بيصير معكم. مضبوط جيم لازم يكون سهل اكثر، كريدت للهوبس عمله ما بيطلع كثير، كريدت للهوبس عمله بيج جيم، نحن انجبرنا نلعب باجنبي واحد مثل ما انك شايف يعني اجنبي ما كان مفروض انا ما كان مفروض العب اليوم صاخم، والاجنبي كان مفروض اول جيم لنجربه يعني ما فينا نجربه بجيم متحد او جيم كبير، فما بعرف شو صار له بالتحميه برق ظهره يمكن ما قدرنا لعبنا باجنبي واحد، كنت خير الله ربحنا يعني نحن كل جيم مهم لحد هلا. فالجيم مثل ما شفت يعني بثالث كوارتر قدرنا عملنا ران رجعوا رجعوها، بس مهم انهيناها للجيم يعني الجيم صعب كان يعني كريدت بكريدت للهوبس عم بيقولوا وين قدر يواجهكم الهوبس؟ وين قدر يتفوق عليكم وتضل قريب منكم الهوبس؟ يعني كانوا موفقين من برا صراحه اليوم بالتشويش، شفنا حسين طاوبي، شفنا الفور، شفنا البوينتر يعني حطوا شوطين ثلاث نقط منهم هينين، وكريدت لهم عم بقول لك عم يعني عم بيقتلوا تما ينزلوا على الدرجه الثانيه لانه هن الفريق الاخير هالسنه، فان شاء الله يعني ان شاء الله هلا عندنا 10 ايام رياحه لنقدر نحضر لجيم المتحد، فما بعرف انا شو بدنا نعمل بالنسبه للاجنبي اذا انه الامتين كيف فيك تجربوا ما بقى عندنا جيمات قبل المتحد، فان شاء الله يعني المهم ربحنا وحافظنا على المركز الاول بعد عندنا جيمين للامن الصداره. ثانك يو جو ميرسي لك.